تحياتي شباب صبايا، ابلكيشن 4 على درس السبيس. مثل العادة الفيديو موجه على تلاميذ الجريد 12 الاس اند جي اس. هيدا هو الاكسرسايز اللي حنشتغله. اوكي، طبعا درس السبيس درس منه معقد، بيكفي انه نكون نحن الفورميلا حافظينهم، بيمشي الحال اذا الله اراد. اوكي، حنبلش بالاكسرسايز. بيقول ان ذا سبيس ريفيرد تو اي دايركت اورثوغونال سيستم او اي جي كي كونسيدر ذا بلين بي. فاذا اول شيء اعطاني بلين اسمها بي، وهيدي الايكويشن تاعو اكس ماينس واي بلس زي ايكوال زيرو. ما تنسوا بس يكون في عندي ايكويشن لبلين ما فيها نمبر على الاخر، يعني ما فيها ار، هيدي بلين بتكون مرقه بالاو، لانه عملوا ريبليس للاو هون 0 0 0 بتطلع 0 ايكوال زيرو. وعطاني بلين كيو، هيدي الايكويشن تاعولها، وعطاني بوينت اي الكوردينيت تاعولها، وعطاني بوينت اي، وقايل لي بقلب هيدي البلين بي في سيركل سي ويز سنتر اي اند راديوس راديكال 3. هلا انا رسمت الرسمه هون، هيدا بلين بي، في بقلبه هذا البلين بوينت اي. اوكي، فاذا هو قال لي ان ذا بلين بي ذا سيركل سي ويز سنتر اي اند راديوس ار ايكوال راديكال 3. هيدا مثلا سنتر اي، وهذا سيركل طبعا الراديوس تاعه ار راديكال 3. طبعا انا بالسبيس ما فيني ارسم السيركل، ما برسمه سيركل، برسمه يعني طريقه كانه بيضاوي. اوكي، طيب السؤال الاول بيقول بعده بالجيفن بيقول لي let delta be the intersection line of a plane P and a plane Q. اوكي، هيدي plane P وهيدي plane Q وهي البلين كيو. طبعا انا راسم لكم اياهم بيربنديكولار، انه هو بالسؤال الثاني حيقول لي بيربنديكولار، فانا قلت لكم بس بدك ترسموا اثنين بلين بيربنديكولار هيك بنرسمهم. اوكي، بنعمل خط بيربنديكولار عليه وخط بيربنديكولار عليه، مثل كانه ورقتين مفتوحين بيربنديكولار. هيدي البلين كيو، هيدي البلين بي. بقلب البلين بي انا عندي سيركل السنتر تاعه له ايه، والريدي سنتر كانت 3. لاين اوف انترسكشن بيناتهم هاي اسمها دلتا. هو قال لي بدنا نبرهن انه البلين بي از بيربنديكولار تو ذا بلين كيو. لما برهن تو بلين بيربنديكولار لازم نجيب النورمال لهيدا اللي حيكون مثل ما حاشر لكم هلا هيك، ولازم نجيب النورمال للكيو اللي حيكون هيك، وهول اثنين نورمال لازم يكونوا بيربنديكولار. لما برهن اثنين نورمال بيربنديكولار يعني كاني عم برهن اثنين فيكتور بيربنديكولار، بجيب سكيلر برودكت بيطلع صفر. نورمال الاول بلين هو 1 ماينس 2 1، لثاني بلين 1 1 1، سو هي ان وهي ان السكيلر سكيلر برودكت بيناتهم اللي هي الفورمولا تاعو x x برايم بلس y y برايم بلس z z برايم، يعني 1 ماينس 2 بلس 1 بيطلع الجواب 0، معناتها النورمال بيربنديكولار، وبس النورمال يكون بيربنديكولار بيكونوا الاثنين بلين بيربنديكولار. بارت بي، فيريفاي ذات ذا لاين دلتا الايكويشن تاعو x equal minus t minus 2 y equal minus 1 z equal t. حطوا براسكم شغله، بس هو يعطيكم الايكويشن بتصير القصه اهون، وعم بيقول لي فيريفاي. انا رح تجيب الانترسكشن بتوين تو بلين الى طريقه، بحط الايكويشن لهالبلين بهالبلين بقلب سيستم، وبفترض زد ايكوال تي وكمل فيها شغل. بس طالما عاطيني الايكويشن للدلتا وعم بيقول لي برهن انه هاي هي الانترسكشن بيناتهم، برهن انه الدلتا موجوده بقلب البلين كيو، وانه الدلتا موجوده بقلب البلين بي، وانا بس يكون عندي خط موجود باثنين بلين، هو خط مستحيل يكون موجود باثنين بلين الا اذا كان هو الانترسكشن. طيب لبرهن الدلتا انكلودد ببي، بدي اعمل ريبليس الكوردينيت تاعو لهاي اكس وواي وزي بقلب الايكويشن للبي، يعني بقلب هاي. اوكي، بعمل ريبليس بيطلع معي 0 ايكوال 0، معناتها الدلتا انكلودد ان بي. نفس الحكي بالنسبه للكيو، كمان بيطلع 0 ايكوال 0، معناتها الدلتا انكلودد ان كيو. هيدا الشيء بيعني انه الانترسكشن بين البي والكيو هي اللاين دلتا. ببارت سي، بروف ذات اي از ذا اورثوغونال بروجكشن اوف اي اون دلتا. اوكي، هيدي الاي، الاي ما تنسوا موجود بقلب البلين بي، بدي برهن انه الاي هي اورثوغونال بروجكشن للاي على الدلتا، يعني لازم برهن انه هيدا الخط من هون لهون عامل بيربنديكولار زاويه مع اللاين دلتا. اوكي، ولازم برهن انه الاي موجوده على اللاين دلتا. تمام، برجع نقرا السؤال. بروف ذات اي اللي هي الكوردينيت تاعو 0 ماينس 1 ماينس 2 هي اورثوغونال بروجكشن للاي على الدلتا. حاشر لكم انا هون، افترضوا هيدا خط وانا عندي بوينت هون. اوكي، الاورثوغونال بروجكشن تاعو هيدا البوينت على هيدا الخط بينزل بيربنديكولار بتصير هون، هيدي الاي. اوكي، الاورثوغونال بروجكشن تاعو على اللاين دلتا بينزل بيربنديكولار. طبعا انا بس كون بالسبيس عم برسم فيني ما ارسم الخط بيربنديكولار، برسم مثل ما بدي، بس شو بحط
العلامة تعاون البرفنديكلا. طيب لبرهن انه الـ E هي orthogonal projection للـ A على line delta، في عندي اثنين condition بدي احكي عنه. لازم برهن انه الـ E موجودة على line delta، ولازم برهن انه الـ AE والدلتا perpendicular. لبرهن انه الـ E اللي هي point موجودة على line، بعمل فإذا انا حاطط لكم هون we must prove انه الـ E belong delta وانه AE perpendicular على line D دلتا. لتكون الـ AE perpendicular على line delta لازم يكون scalar product بين الـ AE والdirector vector للدلتا equal to zero. حنبلش اول شيء بدنا نبرهن E belong to delta، بعمل replace للكوردينات تعول الـ E اللي هن 0 ناقص 1 ناقص 2، بقلب هيدي الاكويشن بيطلع معي T equal minus 2، T equal minus 2، minus 1 equal minus 1. نحن اذا طلع معنا same T معناتها النقطة موجودة. طبعا بس يطلع معي وحدة ما فيها تي بالمرة بس مزبوطة، اوكي بيمشي الحال ما بيأثر. So T equal minus 2، T equal minus 2 معناتها الـ E belong to delta، معناتها أول شرط مشي حال. الشرط الثاني لبرهن perpendicular بعمل scalar product بين الفكتورات الـ AE والـ V للدلتا، اوكي بيطلع الجواب 0 معناتها هي perpendicular بيمشي الحال. معناتها مثل ما ملاحظين صارت الرسمة مثل ما نحن شايفين. هلأ deduce انه الدلتا tangent to the circle C at E. ما نبرهن انه الدلتا tangent على circle at E. طبعا لما برهن نقطة موجودة او لما برهن خط تنجت على سيركل، اوكي لازم نبرهن انه اول شيء هاي الراديوس عامل زي 90 مع الدلتا اللي احنا مبرهنينا او اللي هو قال لي عنا انه هي orthogonal projection، اوكي ولازم برهن انه المسافة من هون للدلتا بتطلع بتساوي الراديوس اللي هو راديكال 3. لنجيب المسافة اللي هي اي اي، اوكي انا معي الفكتور اي هي هون، دغري بجيب الماجنيتيود تعاول راديكال 1 بلس 1 بلس 1 راديكال 3، وانا مع الراديوس راديكال 3 معناتها الدلتا هو تانجنت. بارت 2 دينوت باي اتش ذا بوينت اون دلتا وذ بوزيتيف ابسيسا سو ذات اي اتش ايكوال 3 راديكال 2. بحط اتش نقطه على الدلتا، هي اتش نقطه على الدلتا بشكل انه اي اتش 3 راديكال 2 المسافه من هون لهون 3 راديكال 2. طبعا ما بقيس انا، بحط كيف ما كان لانه عم بشتغل بالسبيس. Determine the coordinate of h. اول شيء ال h بمجرد ما هي موجوده على اللاين دلتا يعني عندها سيم كوردينيت تعاول اللاين دلتا، هي كثير مهمه هالمعلومه. فال h صارت minus t minus 2 minus 1 t، وال e معي اياها 0 ناقص 1 ناقص 2. طيب انا معي انه ال e h بتساوي 3 راديكال 2، ال h هي length، اوكي بجيب الفكتور e h بيطلع معي هالقد وبعمل له magnitude لانه هو length راديكال، اول وحده باور 2، ثاني وحده 0، ثالث وحده باور 2 ايكوال هيدي الميله وبرفعها باور 2. طبعا الراديكال والراديكال بيروحوا بيطلع عندي هيدا ايكوال 18. اذا عملنا اكسباند لهو بيطلع لي هيدا الجواب، فبيطلع لي هيدا الاكسبرشن على الكالكوليتر بيطلع لي جوابين تي ايكوال 1 تي ايكوال ماينس 5. هالتي ايكوال 1 بعمل لها ريبليس هون والتي ايكوال ماينس 5 بعمل لها ريبليس هون، بيطلع لي يا هيدي النقطه يا هيدي النقطه. بس هو مشارطني انه الاتش هي الابسيسا تعولها بوزيتيف، اوكي فاذا هيدي بتكون ريجكتد لانه الابسيسا ناقص 3، بتكون الاتش 3 ناقص 1 ناقص 5. طيب let t be the second tangent through h to c. هيدي الاتش وينها هون؟ منا بدي ارسم تانجنت ثاني على السيركل. وين التانجنت الاولى لحتى ما ننسى؟ الدلتا هي التانجنت الاولى، ومن الاتش عم نرسم التانجنت الثاني على السيركل. بيقطع السيركل بنقطه اسمها اف محل ما انا حاطط الليزر البوينتر ليزر. Determine a system of parametric equation of the bisector of the angle EHF. EHF البايسكتر تعوله هي اللي بتكون هيك، بدي البارامتريك ايكويشن تعوله هو لاين، يعني بدي x equal y equal z equal. لحتى نحل هيدي البارت لازم اتذكر بروبرتي انا مستعملها بالبروفي اللي بتقول اذا انا كان عندي سيركل وكان عندي بوينت برا ونزلنا منها تانجنت 2، اوكي معناتها AB دغري فيني اقول يعني انه AB equal AC، وفيني اقول انه اذا وصلت الـ AO بتكون بايسكتر للانجل BAC وبايسكتر للانجل BOC. تمام؟ يعني انا اذا جيت لهون هي اتش، اتش اي اول تنجن، اتش اف ثاني تنجن، ف اتش اي بتكون هي البايسكتر للانجل اللي هو طالبها اللي هي الـ EHF. طبعا معناتها كانه عم بيقول لي جيب الايكويشن للـ HA للستريت لاين اتش اي. صارت سهله لجيب الايكويشن للستريت لاين اتش اي. انا لجيب ايكويشن للستريت لاين بحاجه لدايركتور فيكتور ونقطه، دايركتور فيكتور هو اتش اي،
او اي اتش مثل ما تكون ناقص 2 1 4 فبتطلع الاكس والواي والزي ناقص 2 يعني ناقص 2 ام 1 يعني 1 ام 4 يعني 4 ام وبدي نقطه لاحطها هون بحط يا الاتش يا الاي انا نقيت الاي بلس 1 بلس 0 ماينس 1 وهيك بنكون خلصنا هيدا الاكسرسايز.